أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي طرح المسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة للحوار المجتمعي بعد أن تم استكمال الملامح الرئيسية للمسودة واستيعاب كافة ملاحظات الوزراء. وخلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي أكد مدبولي أنه سيتم إعطاء مهلة 3 أشهر للحوار بعد تلقي ومناقشة أي وجهات نظر بحيث يتم استيعابها ضمن الوثيقة. وحول مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي أكد مدبولي أن المشروع نقلة كبيرة في خريطة مصر التنموية، مشيرا إلى أن المشروع يساهم أيضا في تقليل فاتورة الاستيراد وتقليل الضغط على العملة الصعبة. وحول تطوير الطريق الدولي الساحلي أكد رئيس الوزراء أنه يتم حاليا الانتهاء من الأعمال والمساحات التي تم تطويرها بداية من مارينا وحتى الضبعة.